معنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر لمزيد من التفاصيل. طارق، نسأل أولا عن قوة الاشتباكات الدائرة في الرمادي الآن، وإن كان الواقع فعلا يصدق تصريحات المسؤولين بأن القوات العراقية تتقدم على حساب تنظيم الدولة. نعم، أمال، الاشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين، بين القوات العراقية النظامية والتي تتألف من وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب مدعوما بوحدات مدرعة من الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى 4000 من أبناء عشائر الرمادي الذين يدعمون القوات العراقية في هجومها الذي بدأته أو استأنفته فجر اليوم من محورين، هما المحور الشمالي والمحور الجنوبي، لكن القصف المدفعي وكذلك غارات طيران التحالف بالإضافة إلى طائرات أو مروحيات الجيش العراقي ركزت ضرباتها وكذلك قصفها على المحور الشمالي وتحديدا على منطقتي البعيثة والبفراج. وبعد هذا القصف الذي استمر لنحو 5 ساعات تمكنت القوات العراقية وتحديدا من وحدات النخبة من عبور جسر البفراج الذي لا يفصله عن مركز المدينة، مركز مدينة الرمادي، سوى كيلومتر واحد. القوات العراقية الآن تقاتل في مركز المدينة في محاولة للوصول إلى المجمع الحكومي للمباني الحكومية والذي يقع تحديدا وسط مدينة الرمادي، لكن لم تعلن قيادة عمليات الأنبار أو حتى قيادة العمليات المشتركة عن سقف زمني لهذه المعارك التي تتواصل بإسناد من مروحيات الجيش العراقي وكذلك طيران التحالف الدولي، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه المعارك تدور وتتواصل دون مشاركة فصائل الحشد الشعبي الذي بقي بعيدا في بيجي دون المشاركة في عمليات الرمادي. شكرا جزيلا لك طارق ماهر من بغداد.